بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله برضو هعمل لكم النهارده تفضع بسيط خالص وسهل، يا رب يعجبكم ان شاء الله. عندي ورقه اعمال خضراء هرسم عليها دايره، رسمت عليها دايره بالشكل ده، تمام. هقص الدايره، انا قصيت الدايره بالشكل ده، هجيب الدايره واطبقها كده تبقى قد بعضها، وبرضو اقصها، وبرضو اقص الدايرة. بعد ما قصيتها خدت نص الدايرة بس، وهعملها على شكل القرطاس بالشكل ده كده، اسحب كده بس كده، هلزقها وبعدين الزقها بالصمغ او جلو او شمع، تبقى معايا بالشكل ده كده. هفتح لها فتحة البق في النص وارسم لها مناخير، ماشي. وبعد كده هعمل لها لسان بتاعها، نجيب مستطيل احمر كده كده حوالي 8 سنتي، وألفه بالشكل ده كده، وبعدين ألزق أدخله من البق، أدخله من هنا بالشكل ده كده. ممكن ألزقه اكمل له بقى، هعمل له العيون والارجل بتاعته، هعمل له العيون والارجل. علشان العيون هعمل دايرتين اخضر كده واقصهم بالمقص. جهزت العيون، هلزقهم بالشكل ده كده، بقت جاهزة عندي العيون بالشكل ده كده. هعمل له بقى 4 أرجل، هجهز هنا الأرجل بتاعته بالشكل ده كده كده، وبعدين كده كده أول واحدة كده، وبعدين كده، وبعدين كده، وبعدين كده. بقى جاهز معايا 4 أرجل هنلزقهم، أول واحدة اهي، بالشكل ده خلاص بقى جاهز معانا، بسيط خالص وسهل، ويا رب يعجبكم.